كوكو، شنو احوالكم؟ ان شاء الله يا ربي بخير. اليوم باش نعمل روسيت بنينه على الاخر، انا نحبها برشا. تحصيل الروسيت هذه باش نعطيها لكم، لا فيها لا تفلسيف لا حتى شيء، عرفت؟ خلط وحط غادي وسهله، مش نورمال. روسيت بسبوسه بالنودو كوكو تجيكم لينا مش نورمال. انا باش نستعمل النودو كوكو نتاع تونسيت، هذا اللي وريتكم المره اللي فاتت، البيستاش نتاعو واللوز يبيع كل شيء. تعالوا نحط لكم السيت نتاعو، تعملوا سويب اب تلقوا السيت، تاخذوا منه كنكم في تونس والا برا من تونس، يبيع كل شيء تونسي 100% ونظيف كما تشوفوا فيه، بيان امبالي. عنده كل شيء بيستاش، فحات، نوازيت، لوز اللي تحبوا عليه. تعالوا نتقي لكم زيد الانستغرام نتاعو. انا باش نستعمل نودو كوكو نتاعهم. حبيت نبارطاجي معاكم الروسيت. اول حاجه حطيت زوز كيسين لهنا سميد ارتب، الكيس اللي تحبوا عليه. انا خليت الكيس هذا اي كيس تحبوا عليه، معناها ما فماش بالجرام ولا حاجه، تاخذوا اي كيس، هذاك تكيلوا به كل شيء، تقيسوا به كل شيء من اول الروسيت اللي نكملوا لي زانغريديون الكل، تاخذوا الكيس اللي تحبوا عليه. حاسيب حطيت اول حاجه زوز كيسين سميد ارتب، باش نحط كيس، الكيس هذاك هو بيدو ناقص شويه سكر خاطر ديجا انا عملت لها الشحور نتاعها. باش نحط كيس وربع نوا دو كوكو نتاع تونسيت، حطيت كيس وتوا باش نزيد ربع. ريحتو تهبل، تحب انا نوا دو كوكو حسيلو. كيما قلت لكم حطيت زوز كيسين سميد ارتب، حطيت كيس ناقص شويه سكر، وحطيت كيس وربع نوا دو كوكو. سوا باش نزيد باكو سكر فانيليا، وباش نزيد مغرفة ممسوحة صغيرة خميرة جاتو. وباش نزيد زيت دورانج، تنجمو نتوما تعملو حتى نتاع سيترون، حصيلو طعنو اللي تحبو عليه. سوا باش نخلطهم الكل هكا مع بعضهم. الريحة تهبل يا بنتي، الريحة مش نورمال. تخلطوهم الكل هكا، وتوا باش نزيد مغرفتين كبار زبدة، زبدة تكون درجة حرارة الغرفة باش ما تصعبش عليا العجنين. توا باش نزيد ياغورت طبيعي كيس كامل، هذوما راه مكعبتين، معناها ما تحطوش كعبك هاو، المفيد تقيسو بالكيس. ساعات يمكن الكيس اللي تقيسوا بيه يهز 3 كعبات انتوما والكيس، فهمتوني؟ توا باش نعجنهم بالباهي معاك السميد والسكر نوا دو كوكو، لازم تعجنوهم بالباهي. الريحة تبل. حسيلو طبقوا تعجنوا بالباهي، للي تعرفوا اللي السميد ارتب شوي في اليد، هذا راهو سميد جويد ارتب الكل. الكيس هذيك هو بيدو، توا باش نزيد النص نتاعو ماء، نص كيس ماء. وتوا باش نعجن بالباهي، اما توا باش نزيد معاهم رشة ملح. ديما نقولكم راهي رشة الملح هذيك هي اللي تطلع الجو نتاع الشوكولا نتاع نوا دو كوكو نتاع النوازيت، اي حاجة تعملوها هكا فيها اي اغام ماذا بكم تاخذوا تحطوا فيها رشة الملح. وتوا بسم الله باش نعجنوا بالباهي، تحب عجنين حتى كي تحس كل شيء لي زانغريديون كلها دخلوا هكا في وسط بعضهم وتخلطوا، لازمك تبقى تعجن للي تحس اللي السميد ارتاب في يدك بالباهي. شتو مسهلها الروسيت من غير العظم لا زيت لا حتى شيء، سهل على الاخر وتجي بنينه. حسيلو باش نبقى هكاك نعمل هكا 10 ولا 15 دقيقه. انا عجنتها بالباهي، توا باش نغطيها بابي فيلم اليمونتير وباش نخليها ساعه ولا ساعه ونص ترتاح. راهي قد ما ترتاح، اما مش اكثر بيان سور خاطر فستا خميره، اما قد ما ترتاح قد ما بعد معناها تعطيكم ريزولتا باهي.
توا خليتها تخمر كيما قلت لك، ترتاح كيما قلت لكم ساعه وربع خليتها. خديت الطبق اللي باش نحط في السطو، عملت فيه الزبده ورشيت عليه الفرينه، وتوا باش ناخذ هكا باش ناخذ الميلونج هذاك الكل. بسم الله، حل الساعة الفور يسخن على 170 دجري. كان عندكم الفور يمشي كان ملوطة، حلوه الساعة ملوطة، بعد كيف تعرفوا الجناب احمر تحلو من فوق. انا ما عنديش باش نحل، باش نحل من فوق وملوطة وباش نسيس معناها في الطيب، باش ما تجينيش شيرة شيرة طايبة وشيرة محروقة ولا شيرة شيرة ناقصة طيب. دونك يا ربي 170 دجري. بسم الله، خلوه يسخن توا باش نعملو هكا. بلو يديكم بشوية ماء، انا نسيت دو بلاش ماء، تبعوها تبع بالماء باش ما تلصقلكمش، تحلوها على الطبق. راهو كان الطبق نتاعكم يبدا صغير تجيكم هكا معناها طالعة شوية عالية، اما كيف يبدا كبير تجيكم جويدة. انا هذا راهو صغير المول نتاعي، يعني كان تحبوا اعملوا كيس كبير انتم في القياس. انا ندمت ما عملتش كيس كبير، عملت كيس صغير. باهي انا مانيش باش نعملها المربع نتاع العادة، باش نعملها هكا. تبعوها تبع ديجا، من بعد باش نزيدو نقصوها. نتوما تحبوا تقصوها مربع ولا مستطيلة، بيان سور عندكم الشوا، نتوما حرين شنو تحبوا تعملوا. خذيت لهنا اللوز نتاع تونسي زايده، غليت الماء دوب مغلاه، حطيت فيه اللوز 3 مينوت بالضبط، وخرجت اللوز ديريكت. يجي في يدك تعملوا هكا تتقشر الكعبه كهو زين. نتوما زيدا كي ما تحبوا نتوما كيما تحبوا زينوها. كيما تشوفوا لهنا زينتها، وباش ندخلها للفرن كيما قلت لكم على 170 دجري. وللي تحمر نعرفها طيب تخرجها ديريكت، هي سخونه ولازم الشحور يكون بارد طول 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 باش نسقيها. اول حاجه للبسبوسه باش نعمل الشحور نتاعها، الشحور لازم يكون خفيف على الاخر. عملت كيس سكر عليه باش نحط توا كيس ماء. نتوما اعملوا اي كيس، اي كيس تنجموا تعملوه معناها مش بالحكار، فهمتوني. توا باش نحط على نار متوسطه وباش نخليه للي يغلي. راني السكر والماء راني نحركهم شوي باش السكر يذوب. راه فما انواع نتاع سكر تشد ملوطه ومن بعد يبدا يذلكم السكر ويعاود يتسكر. نخلط بشوي بشوي باش الجناب هذي ما يسلهاش السكر. ديجا انا توا حطيته على الغاز دوب ما يغلي، باش نحط مقرفه كبيره قارص وشويه ماء زهر ولا شويه ماء ورد، ونخليه 8 دقائق بالضبط يغلي هكا. هاو خرجتها توا من الفور، توا باش ناخذ هذاك الشحور وباش نحط فيها. مانيش باش نعمل برشا، ما نحبش نشحرها برشا، ديجا عملت فستان السكر. باش نخليها تشرب بالباهي، انا عملتها قبل بنهار معناها باش نخليها باش تبيت هكا.